السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن الواحد يقابل موقع ومش عارف الموقع ده حقيقي ولا تهريج ولا ففي موقع اسمه هو از دومين تولز، ده بتكتب له الموقع وهو يديك معلومات عن اللي انت بتدور عليه. يعني خلينا مثلا نكتب بيم اريبيا دوت كوم ونقول له سيرش، تمام؟ فهو بيجيب لك معلومات الموقع ده اتعمل امتى ومين المسؤول عنه ومين الايميل بتاعه، تمام؟ فهو بيقول لي بس تأكد، اعمل تأكيد ان انت مش روبوت، مش برنامج يعني. بعد كده بقى هيبدأ يجيب لك معلومات كاملة عن الموقع ومين السيرفر بتاعه والدومين والاي بي ادرس والاي سي ان والدومين ستيتس، تمام؟ فبتعرف معلومات شاملة عن الموقع والموقع ده الاخر ابديت امتى، تمام؟ هو دلوقتي هيخلص 1/30/12/2018، لسه بدري، تمام؟ وده صورة ليه. فبيبقى ممتاز جدا ان انت تعرف معلومات عن الموقع بحيث تأكد اذا كان هو موقع حقيقي ولا تهريج ولا واحد عامل موقع من يومين 3 وبيقول ان هو ادم موقع في الكون.